يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى منها والصغرى، البداية مع القاهرة والعظمى 26، الصغرى 17، الإسكندرية 25-16، مطروح 24-16، بورسعيد 25-17، والإسماعيلية 27-14. أما في السويس 26-15، العريش 25-17، طابة 24-19، شرم الشيخ 28-20، الغردقة 29-19. وننتقل إلى الأقصر، درجة الحرارة العظمى 29، الصغرى 14، أسوان 31-17، الوادي الجديد 28-21، شلاتين 28-21، حلايب 25-21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.